السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فيا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لحضراتكم أول بأول، ومنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا عشان الفيديو يتشاف. بالأسماء 19 مصاب في حادث انقلاب أتوبيس الساحل الشمالي. أصيب 19 شخص في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص 28 راكب تابع لشركة المقاولين العرب الذي وقع مساء اليوم الاثنين على طريق الساحل الشمالي الإسكندرية مطروح بوابة مارينا 4 و5، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج. استقبل المستشفى العالمين النموذجي أحمد غانم 46 سنة من البحيرة اشتباه كسر بالفقرات القطنية وخدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ويسري عبد الفتاح أحمد 59 سنة القاهرة اشتباه كسر بالذراعين والفقرات القطنية والعنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ورجائي محمد فتح الله 48 سنة كفر الشيخ برضو كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، محمد علي السيد محمد 50 سنة اسكندرية اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومصطفى عاطف شحاتة 34 سنة كفر الشيخ كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعاطف شحاتة عبد الحميد 55 سنة كفر الشيخ اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم. وضم المصابين حسام إبراهيم 64 سنة القاهرة كسر بالدلوع وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحمد بكر محمد 24 سنة القاهرة اشتباه كسر بالدلوع وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحمد سيد يوني برنس 20 سنة القاهرة اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومختار صبري مختار 30 سنة القاهرة كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمر قناوي حمودة 32 سنة القاهرة كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعرفات شوقي عبد القوي 40 سنة القاهرة اشتباه كسر بالفقرات العنقية والذراع الأيسر. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب.